من فضل الوضوء أن الله يحب أهله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذا كان الله يحب عملا ويحب أهله فجدير بنا أن نحرص على هذا العمل الذي يجلب لنا محبة ربنا سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة الوضوء بقوله: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. تخيل أن نصف الإيمان الوضوء أو الطهور عموما، سواء الاغتسال أو الوضوء، الطهور شطر الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من فضل الوضوء يوم القيامة: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل سؤالا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم يوم القيامة؟ أنك ستطرد من ليس من أمتك عن الحوض، كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والوضوء كفارة للخطايا ويمحو الله به الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العبد إذا قام يتوضأ: إذا غسل فمه وأنفه خرجت خطايا فمه وأنفه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه تساقطت خطايا وجهه وعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح برأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه تساقطت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فعليكم بالمحافظة على الوضوء. الله يحبكم، كذلك خطاياكم تمحى، درجاتكم ترتفع، كذلك تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كذلك تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كذلك يذهب الله عنكم رجز الشيطان. فإن الشيطان مع غير المتوضئ أقرب منه إلى المتوضئ. المتوضئ يكاد الشيطان أن يبتعد عنه، أما غير المتوضئ فالشيطان يكاد أن يقترب منه. الجنب مثلا الشيطان يقترب منه أكثر من غيره. فالرسول سأل بلالا سؤالا: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل، يعني العمل الذي ترجو ثوابه من الله ثوابا عظيما، عملته يا بلال فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله،
ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فيا أهل الإسلام، بادروا يحفظكم الله بالوضوء، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.